أتيان من بعيد بلغة يفهمها الجميع، لغة الموسيقى، متجاوزا اختلاف الثقافات، ليحيي حفلا في جدة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه. وجود موسيقار مثل ياني في المملكة العربية السعودية هو وجود ودلالة كبيرة على عزم المملكة إلى الانفتاح إلى آفاق أكبر. وما أقدر أقول لك قديش أني سعيدة أنه أنا الآن في المملكة، وتحديدا في الغربية وفي مدينة الملك عبد الله، وقاعد أحضر حفل كونسرت انترناشنال. يعني ياني لم يأتي بمفرده، بل رافقته ابنته التي أبهرها ما رأته في السعودية. I'm just thrilled to be here. It's been absolutely an incredible experience. أنا متحمسة جدا لوجودي هنا، إنها تجربة مذهلة. سنزور عدة مدن خلال الأسبوعين القادمين، وأنا متحمسة لرؤيتها، ونأمل أن نقضي مزيدا من الوقت مع الناس. ياني في السعودية الخبر المفاجئ لعشاق الموسيقى، ومنهم طبيب الأسنان ذو 50 عاما الذي لم يكن مصدقا أنه سيستمتع بموسيقى عازفه المفضل. والله أنا تفاجأت، واحدة فيهم يا بابا في مكان هتروح فيها المسرحية، قلت لها يا بنت أنا ما أحب أروح مسارح ولا مكان أغاني. قال لا، حاجة هتعجبك ونحن عارفين أنك تحب حاجة مهمة جدا. قلت قال لي يعني حجزوا لي فورا. موسيقى الفرح امتزجت بالأمل تحت أنامل ياني، وضجت بها القاعة مع جمهور لم يهدأ إلا لحظات تخليد الذكرى بعدساتهم. قبل 18 سنة ما كنت أتصور إنه هذا شيء ممكن يحصل في الواقع، لكن الواقع أو الحلم صار واقع، والواقع صار إني أنا موجود هنا. يعني المفاجأة إنه 4000 تذكرة في جدة نفذت من البيع خلال فترة قصيرة جدا، يمكن أقل من أسبوع. هذا دليل على ارتفاع الذائقة الفنية عند السعوديين وتعطشهم للفن الراقي. عزف ياني وتنقل بين آلاته فرحا طيلة ساعتين، ولم تفارقه ابتسامته متطلعا لبقية حفلاته في الرياض والشرقية. سجل ياني نفسه كأول موسيقار عالمي يعزف في السعودية، فأمتع جمهوره المتعطش واستمتع هو أيضا. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعود الخلف، العربية.